Created with free version for non-commercial use. انتوا كده Created سامعين with free الصوت؟ version for non-commercial use. تمام. طيب خلاص، خلينا نبدأ كده مع بعض. ممكن حد طيب يلخص الكيس، يعني عايزين بس مش هنقراها تاني، بس حد يلخص لنا كده الحاجات البوزيتيف اللي في الكيس. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. مشيتوا معاكم الكيس، يعني تابعوا معايا منها. ما فيش برزنتيشن، هي الكيس تابعوا معايا منها. طيب المفروض ان احنا عندنا دي عيانة عندها 32 سنة، وبعد كده وهي عندها 5 سنين اتشخصت ان هي عندها كرونيك تشيست ديزيز وماشية على ميديكيشنز. وبعدين جات لنا بقى في دي جايه بتشتكي من ايه بقى؟ جايه بتشتكي من تشيست تايتنس ويزز وكف، واللي هي مش ريليف دي بقى. كانت عاده بترتاح على روتين الميديكيشنز بتاعتها، بس بعد كده بدات بقى في الفتره في اللاست فيو ييرز تشتكي من راينوريا وستفنس ونيزل ديسشارج، وهي متجوزه وعندها ستريسفول لايف. من اسبوع جات لها اتاك اوف كومن كولد، نزلت برد، وبعد كده بدات ان هي ما تتحس، خدت عليها سيمتوماتيك تريتمنت بقى اللي هو علاج الكومن كولد العاديه، ولكن الكونديشن للاسف سائت ونقلوها على non-commercial use. تمام. لما خدنا الكويك هيستوري بتاعها عرفنا منها ان هي عندها من زمان مشكله في التشست، كرونيك تشست ديزيز، وان هي عندها فاميلي هيستوري اوف الرجيك كونديشنز في الفاميلي بتاعتها. في الفايتال ساينز بتاعتها لقينا عندها ايه؟ لقينا عندها ديسنيا، وان هي تقريبا مش قادره تتكلم. والفايتال ساينز طبعا واضح هنا ان التمبريتشر حرارتها 38.5، يعني دي حراره عاليه، والبلس 120 يعني تاكي كارديا، والريسبيراتوري ريت برضو بتاعها عالي 27 بير مينت، وعندها ساينوزس ودي هايدريشن، و لقينا عندها نيزل بوليبس. على مستوى التشيست الانتركوستال سبيس بيبقى في اندروينج داخل لجوه، وهي
تنفس ومعاها الاكسسوري ماسلز، واضح ان الاكسسوري ماسلز دي شغاله، وجنرالايزد ويزز مع برولونجد اكسبيريشن على التشست سايدز الاثنين. وديناها على الاي سي يو، قعدت هناك كذا يوم واندر سوبرفيجن، بالاضافه للميديكيشن فري فيرجن فور نون كوميرشال يوز. المفروض ان احنا هنكون اديناها حاجه ثانيه في الاي سي يو، وبعد كده خرجناها ونصحناها ان هي تحسن اللايف ستايل بتاعتها وتلتزم بالميديكيشنز، وان هي تخضع لعمليه نيزل بوليبكتومي بعد كده. طيب ايه تشخيصكم بقى للحاله دي؟ تقدروا تفتحوا المايك يعني حد يفتح المايك ويرد. ايه البروبابل دايجنوزز اللي انتوا شايفينه في الحاله دي؟ كرونيك برونكيال ازما. طيب لا، بس هي جايه لنا دلوقتي في حاله ايمرجنسي، فهل دي مجرد كرونيك برونكيال ازما عاديه؟ جالها عبارها نمونيا او ريسبيرتوري انفكشن. لا، ممكن تكون حاجه اكتر من كده. سمعتوا عن حاجه اسمها الستاتس ازماتيكس؟ تمام. الستاتس ازماتيكس يعني هي العيانه عندها برونكيال ازما، بس هي جايه دلوقتي اكيوت اتاك، يعني هي مش قادره تاخد نفسها خالص، وعندها ديسنيا وتاكيكارديا وفيفر، فهي طبعا واضح هنا ان هي دخلت في اكيوت اتاك اوف برونكيال ازما. طيب لكن هي عندها من زمان برونكيال ازما من وهي او نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري ايه دراجز. برافو عليكم، مظبوط. طب واضافه لذلك ان العيانه دي ايوه دكتور فضل created with free version for non commercial use. ليه الانسيدز بتبريسيبيتيت الازمه؟ ليه الايه؟ النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز عملت بريسيبيتيشن للازمه علشان بتشفت الاراكيدونيك اسيد ان هو يصنع ليكوتراينز، والليكوتراينز دي بتعمل برونكوس بازم. بنقفل البروستاجلاندين اللي ممكن تكون دايلاتوري، ويبقى بقص ايه الليكوتراين، فيحصل شيفت تكوين الليكوتراين. طب الاسبرين تحديدا، مش في حاجه اسمها اسبرين سنسيتيف ازمه؟ تسمعوا عن اسبرين سنسيتيف ازمه؟ سمعتوش؟ الو؟ لا لا ما سمعتوش. الاسبرين تحديدا في بعض العيانين بيبقى عندهم يعني اللي انت قلتوه دوت يمشي لكل الناس اللي هم عندهم ازمه، مظبوط؟ لكن في بعض في كاتيجوري معينه من الناس الازماتكس بتطلق عليهم اسبرين سنسيتيف ازمه. ايه المشكله في الناس اللي هم عندهم اسبرين سنسيتيف ازمه؟ بيبقى عندهم created with free version for non-commercial use. الليكوتراينز بيبقى اكبر بكتير جدا من الناس العاديين. معايا؟ يبقى عندهم تكوين الليكوتراينز بيبقى اكتر، فعشان كده هم سهل جدا ان هم يخشوا في ازمه، عشان كده هو كاتيجوري لوحده خالص منفصل. يعني مش كل ازماتيك بالضروره لما هياخد اسبرين ولا لما ياخد انسيدز هيخش في سيفير ازمه، اوكي؟ لو الدوز عالي اوكي ممكن يحصل له ديتريوريشن، لكن في بعض الناس عندهم جينيتك بريدسبوزيشن ان هم لو خدوا اسبرين او انسيدز على طول يخشوا تاني في سيفير اكيوت اتاك اوف برونكيتا. بس الدوز ده بس الفارما يعني. تمام، ديزيز؟ تمام. شكل راسلي كده وتحت الميكروسكوب بتاع العيان بتاع الازمه ده. بتبقى ايه؟ تمام. وايه كمان؟ الاير ويز شكلها ايه؟ created with free version for non-commercial use. تمام. obstructed بقى بايه؟ بالظبط. طب والبرونكيال وول شكله عامل ازاي؟ بيبقى ثيك وسوولن وريد. طب وتحت الميكروسكوب البرونكاي والبرونكيوز بقى بشكلها عامل ازاي؟ تمام. ها
في ايه؟ اه تمام. اللي هم عبارة عن ايه دول؟ تمام تمام يبقى هو البرونكايو البرونكيوز بتبقى مقفولة بالميوكاس بلادز اللي هي فيها السبايرالز دي للجريشمان سبايرالز والإزينوفيز والشاركوتلايديك كريستالز. اوكي طيب السؤال اللي بعد كده What's your differential diagnosis? Created with free version for non-commercial use. What's your differential diagnosis? يعني ايه الحالة دي؟ احنا قلنا ان هي status asthmatic. طب ايه الاحتمالات التانية؟ طيب ممكن تبقى misdiagnosed مع حاجة تانية؟ احنا لما جينا شكينا في الاول شكينا في نمونيا. اه تمام شكيتوا في ايه؟ في نمونيا. هي اكيد عندها some sort of chest infection معاها. يعني هي ممكن تكون كرونيك برونكايتس مثلا. بس عايزين الويزز. اسباب الويزز يعني ايه؟ اسباب الويزز تحديد كده ان هي تحط طافين يعني ويز يعني تزييق يعني صفاره كده لازم تكون في بروكسي حاجه مشكله في البرونكاي. فالنيمونيا دي كونسوليديشن في الالفيولاي واللونج بارينكيما. لكن عايزين حاجه في تمام. اه يعني احنا هنا مع الويزز هنمشي في سكه ان في مشكله في البرونكاي. زي ايه مثلا؟ created with free version for non-commercial use. كرونيك برونكايتس اللي احنا قلناها. وايه تاني؟ لا فورين بادي يعني هي عندها هيستوري اصلا من زمان وعندها فيفر وبتاع. يعني سمعتوا عن السي او بي دي؟ كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز. او ايه تاني؟ يعني اي حاجه، يعني حاجه عملت الويزز. اسباب الويزز عموما ممكن يبقى في مشكله يعني في البرونكاي زي السي او بي دي، او في مثلا عندنا برضو البرونكيكتسز. طيب نشوف السؤال اللي بعده يا جماعه، رقم 5 اللي هو في الامرجنسي روم الارتيريال بلاد جاسز والاوردر. نعم اتفضل. Created with free version for non-commercial use. لكن هما كلهم obstructive lung diseases. لكن في سي او بي دي في الغالب نتيجة anti trypsin deficiency وهو ده اللي بيعمل. السؤال اللي بعديه بقى الارتيريال بلاد جازز. الارتيريال بلاد جازز اخترته ايه؟ اخترته الاجابه ايه يا اولاد؟ سي. مظبوط. ليه قلتوا سي بقى؟ هو دكتور محمد كان بيقول لكم ان السي او بي دي created with free version for non-commercial use. يعني مرض تاني لوحده، البرونكيال ازمه غير الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. بيجاوب على سؤال حد فيكم كان بيسال بيقول مش الازمه من ضمن السي او بي دي، لا الازمه لوحدها ديزيز والسي او بي دي ده انذر كاتيجوري اوف ديزيزز. طيب اخترتوا سي بقى ليه في السؤال رقم 5؟ عشان هي عندها ريسبيراتوري اسيدوزس، هي مش قادره تاخد نفسها وعندها سيانوزس، فكده اسيدوزس والمشكله لونج يبقى ريسبيراتوري. تمام. طب و انت اتفضل يا وعرفتوا منين ان هي مصدرها ريسبيراتوري من خلال الاختيار اللي انتوا اخترتوه ده؟ البي سي او 2 created with free version for non-commercial use. الاجابه المظبوطه هي رقم سي، هي عندها نقص في الاكسجين تنشن يعني هايبوكسيا عالي، والمفروض ان هي البي اتش بتاعها قليل فده ريسبيراتوري اسيدوزيس. طيب what are the renal compensatory mechanisms against this condition؟
ايه بقى الكيدني هتحاول تكمبنسيت ازاي الحاله دي؟ ري ابزوربشن للبايكارب. اه هتعمل ايه في ري ابزوربشن؟ تمام. وتعمل ايه كمان؟ تزود الاكسيديشن بتاع الهايدروجين ايون. طيب what are the other causes that produce same findings؟ اللي هو ايه بقى same findings في الارتيريال بلاد جاز؟ احنا قلنا عندها ريسبيراتوري اسيدوسيس. ايه تاني الاسباب اللي ممكن تعمل ريسبيراتوري اسيدوسيس؟ created with free version for non-commercial use. اه يعني ممكن السبب يكون central فوق ان هو depression respiratory central hypoventilation يعني. او يعني مثلا extensive emphysema او نمونيا جامده يبقى extensive lung disease ممكن يعمل برضو respiratory acidosis. طيب from the list below which pathogens can induce symptoms related to nausea condition؟ من الليست اللي قدامكم دي ايه تاني اللي ممكن يكون الباثوجين اللي انديوس السيمبتومز دي يا ولاد؟ اه الهاوس داست مايت. وايه تاني؟ سترونجلويدز او الاسترونجلويدز. اوكي صح. created with free version for non commercial use. والانكلوستوما مظبوط. ها وايه شيستوزوما؟ والشيستوزوما قلنا في حد قال له الشيستوزوما. اه الشيستوزوما والسترونجلويدز والهاوس داست مايت طبعا والانكلوستوما. وايه كمان؟ الاسكاريس. والاسكاريس و وايه كمان؟ واحده فاضل واحده بقى. التوكسيكارا. لا يعني التوكسيكارا. اه التوكسيكارا مظبوط. التوكسيكارا اللي رقم 9. مش استوزوما ليه ده سؤال بارا بصراحه. created with free version for non-commercial use. طيب ال justify your choice يعني انت ليه بقى المفروض كل واحدة منهم عارفين ازاي ان هي بتعمل ممكن تبريسيبيتيت الكونديشن بتاع نادية يعني الهاوس داست مايت ممكن تبريسيبيتيت الكونديشن دي عن طريق ايه؟ دكتور في دي حاجه كان بي تريجر فور ناديا سيمبتومز هي ايه هنا الاجابه يعني مين من دول اللي ذكرتوهم ممكن تبقى هي الدايركت تريجر في دول انتوا ايه رايكم؟ هاوس داست مايس مظبوط. هاوس داست مايس اشمعنى الهاوس داست مايس؟ الباقي بيجوا من اللوفلر سندروم بالظبط. مين بقى اللي created with free version for non-commercial use؟ هنا اللي هو كان بقى سيمبتوما والسترونجلويد بيعملوا لوفلر سندروم. مظبوط مظبوط يا دينا. طب الاستوزوما بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها الفيرمينوس نيومونايتس. طب ليه بقى قلنا الهاوس داست مايت ممكن هي من خلال ايه؟ بالظبط الهاوس داست الرجن بتعمل الرجن بطريقه ايه برضه؟ الجزء الكومبوننت بتاعها اللي بيعمل بتسبب الرجن. مظبوط يعني من خلال الفيكال ماتيريال مش كده؟ من خلال الفيكال ماتيريال والسكريشن بتاعتها. اوكي طب ايه فين الهاوس داست مايت دي ممكن تكون موجوده فين يا اولاد؟ Thank you.
created with free version for non-commercial use. في الفرنيتشر في الايدنج مظبوط في الكاربتس في الاولد كاربتس تمام مظبوط مظبوط برافو عليك. طيب فهنا الدايركت تريجر هتبقى الهاوس داست مايت وقلنا ليه من خلال اللي هي بتنديوس الرجي من خلال مين السترونج الرجين بتاعها اللي هو الفيكال ماتيريال سيكريشن. اوكي طيب والتوكسوكارا بقى بتعمل الالرجي من خلال الفيسرال لاربا مايجرينز. السؤال التاسع بقى what investigations should you request to confirm your choice, يعني عايز تتاكد بقى فعلا ان هي الهاوس داست مايتس هي اللي سببت الكونديشن بتاعتها هتتاكد من ده. من ده حضرتك ثاني حضرتك نعم created with free version for non-commercial use. Direct antigen detection. تمام. اللي هو direct antigen detection ازاي؟ اه مظبوط. طب والإزينوفلز دي هنشوفها فين؟ هنشوفها في الايه؟ سي بي سي مش كده؟ وممكن انا اعمل ايه كمان؟ اشوف ايه في اللنج؟ يعني اشوف اللنج ازاي؟ إلايزا؟ التشست اكس راي اللنج هنشوفها بالتشست اكس راي. هنشوف ايه في اللنج؟ يبقى انتوا قلتوا لي لحد دلوقتي ان احنا بنعمل ايه؟ بنشوف الاي جي اي واللي هو السبيسيفيك بتاعها الاي جي اي و ان هو اكسكلود بقى الحاجات الثانيه اللي انا عايز استبعد الاورجانيزمز الثانيه. فانا هشوف ادور في السبيوتم بتاعها على البلاد وعلى الايزينوفيلز وعلى الاربي السي بي سي قلنا هنشوف فيه الايزينوفيليا. التشست اكس راي هشوف اذا كان في بقى لارفي في اللنج او في موتلينج وجراوند جلاس ابييرنس. وبعد كده ممكن ادور في اللي عندها هي في البيت صح؟ ادور على ايه بقى عندها في البيت؟ مظبوط تشست اكس راي هيبقى في جراوند جلاس. في البيت ممكن اعرف اذا كان عندها مايتس ولا لا ان انا ادور عليها فين؟ في اخد سامبلز من في البيت واقدر اكزامن تحت الميكروسكوب اشوف اذا كان في هايتس موجوده ولا لا. تمام. وفي حد كان قال لي من الاول ان انا بعمل ايه ديتكشن للمايتس نفسها دايركتلي. في كيتس بتديتكت الايه المايتس دي الانفستيشن ليفل في الداست اللي هي اللي هي created with free version for non-commercial use. طيب بعد كده many members of Nadia family عندهم الالرجيك ديس اوردر دي يا اولاد. Explain this statement and label the following. يعني عندهم different allergic condition. إيه علاقتها بقى؟ هي مظبوط. مظبوط اللي انتوا كاتبينه صح. هاي يا ولاد إيه علاقة يعني إيه هي عندها allergic conditions في الفاميلي؟ يعني إيه ده هيسبب لها هي إيه؟ ماشي ايوه جينيتك بريدسبوزيشن فهتختلف عن الناس النورمال. في ايه بقى الشخص الطبيعي لما بيتعرض لحاجه من الحاجات اللي هي انتيجينيك ستيميوليشن المفروض بينتج عنده اي جي اي ولا ما بينتجش؟ بينتج created with free version for non-commercial use. الشخص اللي هو الازماتيك ده بيكون كميات اكبر من الاي جي اي. طب قولوا لي بقى الدايجرام عندكم ولا مش عندكم؟ الدايجرام موجود عندكم الفيجر عندنا. طب قولوا لي بقى يعني ايه الحاجات اللي هي باللون الازرق ده ايه؟ اللون الازرق ده ايه او اللبني ده؟ اه بالظبط الانتيجين. طيب والسيلز دي اللي هي ايه انهي نوع من السيلز؟
ما طب واللي هو بالاخضر ده ايه؟ الاي جي اي مظبوط. طب وايه باللون الاحمر بقى؟ created with free version for non-commercial use. الانفلاماتوري ميدييتورز اللي تخرج من السيل. برافو عليك، كويس قوي. طيب السؤال بقى اللي بعده اللي هو what is the mechanism of bronchoconstriction in this case؟ طيب العيانة دي حصل لها bronchoconstriction ازاي؟ مظبوط يا اولاد، الاجابات بتاعتكم كلها مظبوط. Airway of asthmatic patients يا اولاد يحصل لهم release of mediators. اوكي لا يعني مين اللي عمل البرونكو كونستريكشن لما تعرضك، هي لما تعرضت للميدييتورز اللي هي حصل release of mediators، مين اللي عمل البرونكو كونستريكشن؟ انهي سيستم اللي مسؤول عن البرونكو كونستريكشن؟ مين؟ الباراسمباثيك. الباراسمباثيك created with free version for non-commercial use. عن طريق الباراسمباثيك، وبالاضافه ان هي اصلا عندها السموث مازلز بتاعتها فيها هايبر بليزيا. طيب بعد كده الدايجرام اللي بعده هيستولوجيكال ستراكشر اللي في الريسبيراتوري سيستم. ايه بقى الفيجر 1 وفيجر 2 دول عباره عن ايه؟ السيركل ستراكشر دي والاروز دي عباره عن ايه؟ السيركل ستراكشر في فيجر 1 اللي هي ايه؟ لا نمبر 2 مش التراكيه، نمبر 2 نمبر 1 دي البرونكيول، ونمبر 2 او فيجر 2 البرونكس. تمام. طب الاروز بقى، الاروز عباره عن ايه؟ نمبر 2 نمبر 2 برونكاي مظبوط، ونمبر 1 برونكيولز. ها الاروز بقى عباره عن ايه؟ created with free version for non-commercial use. ايوه ولاد الارض دي عباره عن ايه؟ البرونكيول هو الكارتريج اللي موجود في الهول بتاع البرونكاي، مش كده؟ هو ده الحاجه اللي تقول لك ان دي برونكس ولا دي برونكيول، في كارتريج ولا مش كارتريج؟ جرين ده الابيثيليوم نوعه ايه بقى الابيثيليوم يا اولاد؟ انتوا تقولوا جرين ده الابيثيليوم اللي هو نوعه ايه بقى في البرونكيول وفي البرونكاي؟ يلو الماسكيلوزا مظبوط. created with free version for non-commercial use. يعني برضه الارنجمنت شكله ايه؟ والاحمر الريد ده ايه؟ ريد كارتليج بليت مظبوط مظبوط تمام. اوكي يبقى السهم الاحمر ده بيشاور على الابيثيليوم سمبل كيوبيكال سيديتد ويز كلارا سيلز، وفي البرونكاس بيبقى سودو ستراتيفايد كولامنر سيديتد ابيثيليوم ومعاه جوبلت سيلز، والاصفر بيشاول على الماسل لاير اللي هي في البرونكيول بتبقى سيركولار وفي البرونكاي بتبقى سبايرال، والسهم الاحمر ده مظبوط بيشاور فعلا على الايه؟ على اللي هي الكارتج، الكارتج بليت اللي هو يميز زي ما دكتور محمد بيقول اللي هو يميز الايه؟ البرونكاي. تمام. طب بعد كده السؤال اللي بعده، طبعا هنا الافكشن في الكونديشن بتاعت البيشنت دي الافكشن هنا بيبقى فين؟ created with free version for non-commercial use. البرونكيول سبازم، يعني هنا الافكشن هيبقى في السموث ماسلز اللي هي في البرونكيول، يعني فيجر 1. يا أولاد السؤال اللي بعد kind of inspiration that could be detected in such case on the given diagram. Yes excellent مظبوط forced inspiration.
طيب على الدايجرام ده المسلز اللي انفولفد بقى في الريسبيراتوري بروسيس، وقول دور كل واحده منهم في ديفرنت تايب اوف ريسبيريشن. هو نوع الريسبيريشن هنا عند نادية فورسد انسبيريشن. اوكي طب المسلز بقى اللي انفولفد فيهم. معلش يا ابني ما نخش المسلز بس سؤال كده. نعم. الشخص الازماتيك المشكله اكتر في الانسبيريشن ولا اكتر في الاكسبيريشن؟ يعني هل هو بي created with free version for non-commercial use. Expiration blockade دي أكتر. فهو ممكن ياخد نفس بس يجي طلعه طلعه بصعوبة يقعد فترة طويلة وبعدين يجي يتفشل. طب يحصل إيه تاني؟ اتفضلي. آه مظبوط بالظبط كده. مشكلته الأكبر زي ما أنت قلت في الإكسبيريشن. بالنسبة بقى للماسل. أني انتركوستال مظبوط. الاكسترنال مع الانسبيريشن والانترنال مع الاكسبيريشن العكس مع يعني الان مع الاكس والاكس مع الان مظبوط. يبقى المفروض في الانسبيريشن اكسترنال انتركوستال وطبعا الدايفرام طبعا. طيب امال بقى لما يبقى عامل فورسد انسبيريشن يستخدم عضلات ايه تاني؟ تمام دي دورها ايه؟ Created with free version for non-commercial use. مظبوط برافو. ايه كمان؟ ايه مسلز تانية؟ مظبوط مظبوط. والاسكالينوي اللي كاتب برضه الاسكالينوي مظبوط. ها الالكترولايت سمايلر بتعمل ايه؟ تمام مظبوط مظبوط يا سارة. برضو الدايفرام وسكاليناي وسترنوماستويد وسريتاس انتيريور وبكتوراليس ميجور وماينور. طب والسريتاس انتيريور بتعمل ايه بقى؟ ابر 8 مظبوط. والسترنوماستويد بتاليفيت الاسترنوم والفيرست ريب. تمام تمام اوكي. طيب هنا زي ما دكتور محمد كان بيسالكم من شويه يا اولاد انتوا تقولوا ان هو الاكسبيريشن ولا خليها لما يجي السؤال بتاعها. تمام السؤال اللي بعد كده بقى the following cytokines involved في الباثوجينيسيس اوف نادية created with free version for non commercial use. سؤال رقم 14 اخترتوا مين؟ بي مظبوط. طيب ليه اخترتوا بي؟ يعني بيقول لك اكسبلين اشرح يعني انترلوكين 4 بيعمل ايه؟ يعني دوره ايه هنا في الكونديشن بتاعتها؟ بي مظبوط يا دكتورة أو يا دكتور مش عارف. Mast cell degranulation تمام يستيموليت كمان البرودكشن اوف اي جي اي مظبوط والجروث والفانكشن اوف ذا ماست سيل. اوكي هو بيعمل هي بس يعني الفكره ان هو بيعمل ازاي؟ بيعمل برونكو كونستريكشن بس ازاي؟ بنسال بس ازاي؟ فزي ما حد قال ان هو بيزود الديجرانيليشن او الجروس والفانكشن بتاع المسلز اللي هو ديجرانيليشن وبيزود البرودكشن اوف الاي جي اي. تمام created with free version for non commercial use. كمان ال ايه كمان البرونكو الماكروفيج اكتيفيشن بتاع الماكروفيج. طيب نشوف بعد كده السؤال اللي بعده اللي هو اللي هو الفولوينج فيجر فيجر 3. دكتور محمد بقى معانا بقى في الفارما. فيجر 3 اون ذا فولوينج فيجر اللي يبقى الميكانيزم بتاع الاكشن بتاع الدراجز يعني في للسبيس دلوقتي البيتا 2 اجنس مثلا في الفيجر بتشتغل ازاي اللي هو بتتاني برونكو دايلاتيشن عن طريق ايه البيتا 2 اجنس البيتا 2 اجنس دي تعتبر جي بروتين كابل ريسبتورز هي تعتبر حاجه اسمها جي بروتين كابل ريسبتورز صح؟ الجي بروتين كابل ريسبتور دي الجي بروتين ده created with free version for non-commercial use. واحد منهم اللي هو الاس ده استيمولات بيستيميت اني انزايم دي الانزايم اللي هو بيبقى بيستيميتد في البيتا 2 ريسبتورز.
هم كاتبينه يا دكتور. أدينايل سايكليت. عايز اود السايكل جين دي، هو السايكل جين دي ده هو ده بدايه عن طريق بعد كده هو بيعمل ديفوسفوليشن ويسين لايت تشين مثلا على سبيل المثال. طيب الفوسفودايستريزس اللي سوري ريزلتس اند سينز اللي هي زي الامينوفيلين والتيوفيلين دي مجموعه ثانيه برضه بتستخدم كبرونكو دايليتور ودي انتي انفلاماتوري افكت برضه. ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع الفايد اند سينز؟ تعمل ايه الفايد اند سينز؟ بتعمل كل دي اتوم من الرسمه كده بتعمل ايه بقى؟ هي على فكره هتزود برضه السايكل created with free version for non-commercial use. يعني البيتا 2 بتعمل ستيميوليشن للادينايل سايكليز خلاص تمام. لكن الفايلز اند سينز بتعمل ايه؟ بتعمل انهيبيشن للانزيم اللي بيكسر السايكل جين دي. اسمه ايه بقى الانزيم اللي بيكسر السايكل جين دي؟ فوسفودايستريز انزيم بي دي اي. اه زي ما يبقى دلوقتي انا عندي طريقتين لزياده السايكل دي. الطريقه الاولانيه ان انا استيميليت الادينايل سايكليز او انهيبت الانزيم اللي مسؤول عن تكسير السايكل دي فما يكسرش فيعلى فيحصل ايه برونكو دايلاتيشن. كمان الادينوزين سوري الميثايلزانسين ليها اديشنال ميكانيزم اوف اكشن عن طريق انها بتبلوك حاجه اسمها ادينوزين ريسبتور. ما هو الادينوزين ده كمان بيعمل برونكو سبازم هو شخصيا كمان. فالميثايلزانسين بتبلوك الادينوزين ريسبتور. فلما بتبلوك الادينوزين ريسبتورز تعمل لي ايه برونكو دايلاتيشن. والادينوزين برضه انفلاماتوري مولكيول فهي ليها كمان انتي انفلاماتوري افكت عن طريق انها بتبلوك الايه الادينوزين ريسبتورز. created with free version for non-commercial use. فبرضه زود لي السايكل ايه دي في الانفلاماتوري سيلز فليها برضه انتي انفلاماتوري افكت. طبعا مشهور جدا الميثايلزانسينز يا جماعه اللي هي الكافيين والقهوه يعني كان من زمان من يعني من اول حاجات جربوها في استخدام البرونك الازمه كوبايه قهوه ثقيله دوم يعني ما كانش لسه فيه البيتا 2 اجونست والكلام دوت. فكان اللي بيسموها الهوم ريميديز او الحاجات اللي ممكن تتعمل في البيت يعني كان فنجان قهوه ثقيل خلاص ليه مليان تايز اند سيز طافيين فبيشتغل بالبرونكو ده تمام. العيان في الاي سي يو ويتش اوف ذا فولن دراجز شود بي ادد ان ذا بريفيوس. يعني العيان لما يخش الاستقبال طبعا اول حاجه بنعملها له على طول الاسهل لوبريكال ستيبيلايزر خلاص مش قادر ياخد نفسه مش هيستخدم البخاخه في الغالب هنجيب احنا على طول البيتا 2 اجنست ونحطه في جهاز الستيبيلايزر ويستنشق البيتا 2 اللي هو سلبيتامول طبعا اشهر حاجه سلبيتامول بنجيبها. created with free version for non-commercial use. لازم تضيف هنضيف ايه بقى بالاختيارات عندك A B C D E مونتلوتاس اورالي ولا بريدنيزون اورالي ولا ماجنيسيوم سلفيت ولا بتايل بريدنيزولون انتروفينس ولا ماجنيسيوم سلفيت. دي الادويه دي اللي احنا ممكن نديهم في الاكيد كبير قوي. مظبوط كاتبين هم يا دكتور في الشات كاتبين رقم دي. دي بتايل بريدنيزولون انتروفينس بس دي مفيش حاجه ثانيه غير دي. في حاجة تانية بتدوها تاني؟ أي أولاد؟ في حاجة تانية. كتبهم. كتبوا سي. تمام ماجنيسيوم سلفيت. أكيد الماجنيسيوم سلفيت ليه كام استخدام في الفرمة؟ لو اتاخد أورالي يعني نستفيد فيه في إيه؟ إنترافينوس إيه؟ لو اتاخد إنما ريتنشن إنما طبعا ليه استخدامات كتيرة جدا. هو على السموث ماسل إنهبيتوري فبيعمل بونكو دايلاتيشن أو سموث ماسل ريلاكسيشن. على السي ان اس بيعمل انهبيشن بنستخدمه في حالات created with free version for non-commercial use. بشرح الحاجات اللي احنا بنستخدمها في نظام فورمال ماجنيسيوم سلفيت بيتاخد كريتنشن اما لان هو بيبقى ليه اوزموتيك افكت فبيعمل ممكن ان انا اقلل بيه السيبرال ديما لو في ديما في البرين. لو اتاخد اورال بيبقى ليه حاجه اسمها كولاجوك افكت بيستيميليت البايل سكريشن. ده سؤال من اسئله الفارما اللي هو ثيرابيتيك يوز للماجنيسيوم سلفيت. فهو من هنا من ضمن الاستخدامات المغنيسيوم سيلف ان هو برونكو دايليتور فهنديك برضه انترا فينس. وعلى فكره هو كمان كارديو ستابلايزر ممكن استخدمه في الايه الاريثميا من ضمن برضه الاستخدامات بتاعت المغنيسيوم. طب الميثايل بريدنيزولون تمام ده اللي هو ايه كورتيزون هيستفيد بيه العيان الكورتيزون في حاله البرونك الازمه. ما هو هنا دلوقتي انا هو مش برونكو دايليتور بس انا ما عنديش حاجه ثانيه بستخدمها غير ان انا اخش على الانتي انفلاماتوري دي ديما اللي بتبقى موجوده في البرونكال برضه تعمل برونكو ستاز لان عندي حاصله كونديشن فلازم استخدم كورتيزون. دي كورتيزون استخدمه اورال ولا استخدمه انترافينس؟ ما هو created with free version for non-commercial use. كورتيزون ده كورتيزون معايا؟
اختار من فيهم؟ اختار حاجه رابيد اونست اللي هي انتراجينز. وانت الاكتف فور ولا تودر؟ ما هو البريدنيزون لسه هيتحول الى بريدنيزولون معايا، فاحنا عايزين حاجه اكتف على طول زي ايه الميثايل بريدنيزولون. يعني ما ينفعش ادي الميثايل بريدنيزولون اورال مش كده؟ تمام. سؤال رقم 17. Some drugs are better to be avoided in patients like Nadia mentioned in the following table. Mention their substitute. يعني دلوقتي عندنا خمس أدوية، كل دواء منهم المفروض نعرف ليه هو كونتر اندكيتد وإيه البديل لو أنا محتاج إن أنا إيه أستخدم دراج ألاوز. يعني إيه البديل بتاعه؟ تمام؟ يلا مين يقول لي الانسيز؟ احنا لسه قايلين ان هي هتعمل شيفت للليوكوترين. عندنا في حاجه اسمها اراكيدونيك اسيد، صح؟ الاراكيدونيك اسيد ده بيزيد تصنيعه مع اي انفلاماتوري كونديشن. هو ممكن الاراكيدونيك اسيد ده في البرونكاي يبقى شيفت الى اتجاه يعني created with free version for non-commercial use. او التامين اللي هو اللايكوكسجينيز انزايم او السايكل اوكسجينيز. السايكل اوكسجينيز بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي بروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز في منها برونكوكونستريكتور وفي منها برونكودايلوت، فهو مش دايما الافكت يعني بالضروره بيكون عندي برونكوسبيز، لكن الليكوترينز اكيد هي اللي بتعمل على طول برونكوسبيز. فلما بنقفل احنا الكوبز يبقى كل الاراكيدونيك اسيد اللي هو بيتكون ما عندهوش اتجاه واحد فقط، هو اتجاه اللوكس باثوي، فبالتالي يكون لي الليكوترينز تعمل لي زود الافكت. طب ايه البديل بتاع الانسيز او النون ستيرويد الانتي ثيرمال دراج؟ مين يقول؟ سمعتوا عن الباراسيتامول اللي هو الاسيتامينوفين؟ الاسيتامينوفين ده ايه؟ اللي هو اشهر حاجه كلنا بنستخدمها في الصداع وفي الحراره مش كده؟ انرجيسك وانتي بايريتيك. يبقى لو الشخص اللي لو انا عندي صداع بدل ما استخدم اسبرين هقول له لو سمحت لما تجي لك انت ازماتك، لما تجي لك صداع خد باراسيتامول ما تاخدش اورتاسبرين. لما ما تحتاج created with free version for non-commercial use. عندك osteoarthritis في الهيل او في الهيل او في الفيرست metatarsofaringeal joint اللي هو البيك 2، خلاص انت محتاج حاجه انرجيسك. لو سمحت ما تاخدش دايكلوفيناك، ما تاخدش ولترين كانرجيسك. دور على مين؟ على الباراسيتامول. الادويه دي ليها انرجيسك افكت وفي نفس الوقت ما لهاش انتي انفلاماتوري، ما بتعملش انهيبيشن لمين؟ الكوبز انزيم بريفرال. هي بتنهيل الكوبز دول وسلاك دول وفات تايب 3، يعني هو ده السبب. لكن هو الاكيد ان هي ما بتعملش شيفت ناحيه الايه اللوكس، فبالتالي هي دي السيف كانرجيسك وكانتي انفلاماتوري. طب لو انا عايز ده انتي انفلاماتوري، نفترض المريض عنده انفلاميشن يجاوب برضه، هديله باراسيتامول كانرجيسك لكن محتاج انتي انفلاماتوري دراج. ايه بقى اشهر انتي انفلاماتوري دراج الحاله ديت؟ ما هيكون مفيد جدا في الحاجتين، يعني سواء كان هو في الجاوت كانتي انفلاماتوري او في البنك الازمه. created with free version for non-commercial use. الكورتيزون هو هيقفل الايه زي ما بيقولوا، هيقفل الكوبس وهيقفل اللوكس، هو بيقفل الاثنين وليه كمان اديشنال انتي انفلاماتوري افكتس كتيره جدا ان هو الكورتيزون. فده اللي هو الايه الانتي انفلاماتوري دراج تشويس لما يكون العيان عنده بنك الازمه. طبعا على فكره هو كمان بيعالج الازمه، يعني انا هستفيد بحاجتين، هيعالج لي الازمه كمان هيعالج لي الايه الانفلاميشن اللي انا عايزه. طيب النون سيلكتيف بيتا بلوكرز بتقفل البيتا 1 والبيتا 2 زي البروبرانول، ينفع نديها في برونك الازمه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان احنا بنقفل البيتا 2 اللي بيعمل برونكو دايلاتيشن. طب ايه البديل ليا؟ نفترض ان انا عايز شخص عنده انجينا ومحتاج له بيتا بلوكرز، اختار اني بقى دواء؟ انا عايز برضه مجموعه البيتا بلوكرز، اخد النون سيلكتيف ولا السيلكتيف؟ الاجابه ايه؟ طبعا السيلكتيف بيتا 1 بلوكرز اللي بتقفل مين؟ بس البيتا 1، وبالتالي بتسيب البيتا 2 في حالها زي دواء زي اتينولول. created with free version for non-commercial use. الادويه دي سيلكتيف بس نستخدمها بجرعه صغيره، لان احنا قلنا ان البلوكيت بتاعه السيلكتيف بيتا 1 بلوكرز بيبقى دوز ديبندنت، يعني كل ما هنزود الجرعه هنكتشف ان انا اتحولت الى نون سيلكتيف بالظبط، ما بقاش فرقه لما اكيد هيقفل البيتا 1 والبيتا 2 لما تدوز. طيب رقم ثلاثة الباراسمباتوليتكس الاتروبين. ليه الاتروبين؟ مع انه مع ان الباراسمباتيك بيعمل برونكوسبازم لكن الاتروبين شخصيا مش محبذ. اشمعنى الاتروبين مش محبذ؟ مع انه المفروض هيعمل برونكو دايلاتيشن. حد يعرف؟ حد كاتب سيك ميوكس او حد تاني كاتب دراي سيك ميوكس. دراي يعمل ليه؟ لان هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل برونكو دايلاتيشن مظبوط، بس بيجي على السيرس والميوكس سكريشنز بيقللها جدا،
فلو واحد عنده اي انفلاماتوري كونديشن في اللنج احنا محتاجين حاجه تعمل لوبريكيشن مش كده عشان السبوتان ده يطلع Created with free version for non-commercial use. فلو في بقى ميوكس او في اي انفلاماتوري سيريت موجود في البرونكاي مش هنقدر نستخدمه. طب وكمان في حاجه ثانيه في الاتروبين. الاتروبين مش انه بيشتغل على النون سيلكتيف، يعني ايه؟ يعني لو بتاخد سواء كان باي انهيليشن او اورال هيعمل لي بيقفل كل المسكنات السيكتور خصوصا في البريم وفي الهارت وكل حاجه تعمل لي ادفرس افكت كتيره جدا غير كمان موضوع السيكتيشن. البديل بتاعنا بتاع ايه بقى؟ ندي دواء اسمه راح من ضمن الحاجات اللي هي اتروبين سبستيتوت اسمه ابراتروبيوم. اسمه ايه؟ ابراتروبيوم. ده نديه اولا باي انهاليشن تمام، يبقى دلوقتي هنقلل الادفرس افكت. رقم اثنين ده وترنري امونيوم كومباوند، يعني ايه؟ مش لايكوفيليك بعكس الاتروبين، فبالتالي مش امتصاصه في البلازما هيكون قليل، يبقى السيستميك ادفرس افكتس بتاعته هتبقى اقل كتير. الاتروبين لو تاخد بانهيليشن هنقص ان هو لايكوفيليك تيرشري ايه امين، لكن الابراتروبيوم وترنري امين فبالتالي مش هيحصل امتصاص. Created with free version for non-commercial use. البربيتوريتس اللي هي CNS ديبريسنت مشهوره ليه ممنوعه في البنك الازمه هتعمل ديبريشن لايه؟ حاجه سهله جدا. اولاد الاسبرابريسن مظبوط هتصاره جو وحد ثاني جو احنا عارفين احنا عندنا البربيتوريتس دول سيدتيف هيبنوتيك ادويه من مجموعه السيدتيف والهيبنوتيك، وكمان طبعا ليهم انتي بليبتيك افكت وكل حاجه، بس على المستوى السي ان اس بيعملوا سي ان اس انهبيشن وكمان الريسبيراتوري سنتر، فكونتراديكتد تماما في حالات العينه دول بروكن الازمه. طب ايه البديل؟ لو انا عايز اجيب سيدتيف دراج برضه، يعني انا عايز من ضمن السيدتيفز ادويه تكون الافكت بتاعها على الريسبيراتوري سنتر قليل جدا، المجموعه البديله هتكون اسمها البنزو دايازيبينز. دي المجموعه اللي هي اقل في الافكت على ريسبيراتوري سنتر تمام، بس برضه خلي بالكوا دي بتاخد كورسز دي برضه لان هي created with free version for non-commercial use. طيب رقم ايه؟ الايس انهيبيتورز اللي هي انجيوتنسين كونفرتد انزايم انهيبيتورز واشهرهم الكابتوبريل والانالابريل والمجموعه دي. دي ليه كونتر انديكيتد في العيان الازماتيك؟ الراديكالينز بالظبط كده. ايه الميكانيزم؟ هي دي المفروض بتنهيب تاني انزايم؟ بتنهيب تاني انزايم؟ كاينيز انزايم تمام، فده ايه؟ فيزود البراديكالين مظبوط كده. طيب الولازات البراديكالين هي دي اللي تعمل لي كحه في العيانين، ودي في غالب كحه ناشفه، فبالتالي العيان دوت اوريدي عنده اوريدي كحه من الازمه فاكيد كونتر انديكيت. طيب عايز انا بقى دواء يكون بيقلل الانجيوتنسين 2 بس مش ما بيعملش الموضوع اللي بيزود البراديكالين، هيكون ايه الدواء ده بقى اللي بيهبت الافكت بتاع الانجيوتنسين 2؟ Created with free version for non-commercial use. مش الانزيم اللي بيصنع اللي انجيوتنسين 2. انا مش هاجي ناحيه الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ولا حاجه. انا هعمل ايه؟ انا هروح اقفل الانجيوتنسين 2 ريسبتورز. نقفل الانجيوتنسين 2 ريسبتورز بادويه اسمها انجيوتنسين 2 بلوكرز. اسمها انجيوتنسين 2 بلوكرز يعني منها 1 و 2 بس كلمه انجيوتنسين 2 ده اللي هو الايه؟ الاجونست زي دواء زي اللوسر تاني. يبقى البديل لو انا قلت لك واحد عنده ضغط دم او عنده هارت فيليور وعنده كحه ازماتيك وعايز اديله ادويه الايه اللي هي بتقلل الانجيوتنسين 2، هندي مين؟ هندي الايس انهبيتور ولا هندي الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر؟ طبعا اكيد الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر زي الايه اللي صار. تمام كده يا ست تمام. بيقول لك بعد كده بعد ما اتحسنت بقى الحاله بتاعت ناديه يا اولاد احنا دخلناها بقى تعمل عمليه نيزل بوليبكتومي من خلال اللي هو الاف اي اس اس النيزل بوليبس created with free version for non commercial use. طيب اوكي الفيجرز بقى اللي عندكم اللي هما فيجر 4 وفيجر 5 ايه بقى اللي انتم شايفينه في التو فيجرز دول وايه اللي منهم ماشي اكتر مع يعني هو ممكن يبقى اسوشيتد مع الحاله بتاعت ناديه؟ بس اللي موجود عندنا اللي هو تحت واحد اللي موجود الثاني مش موجود عندي كده مش عارف عن حد تاني ولا مش عارف ممكن تفرق هنا عندكم صوره واحده اوكي
طيب الصورة اللي عندكم دي ايه؟ انتوا شايفينها ايه؟ ايوه يا ولاد مش الإجابة تقريبا اللي هي يعني عبارة عن ايه بقى؟ تحت على اليمين created with free version for non-commercial use. طيب هي عموما الصوره الاولانيه تمثل راين سكليروما تمام، والصوره الثانيه اللي هي الرجيك نيزل بوليت. مين فيهم اللي تبقى اسوشيتد اكتر مع الكونديشن بتاعتها؟ اكيد الالرجيك نيزل بوليت. اوكي طيب اللي هي فعلا المفروض تبقى الثانيه. يس طب ايه بقى هو المفروض طبعا في حاجات موجوده عندكم على الصوره اللي يعني موجوده عندكم مين فيهم الالرجيك نيزل بوليت؟ الثالثه. الثالثه اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ لا يعني في حاجات كده متشاور عليها بالاسهم دي عباره عن ايه اللي هو الجرين والريد والبلو الالرجيك هي اللي عندكم. طيب عليها بقى ليبل، الليبل دي تمثل ايه؟ created with free version for non-commercial use. اول حاجه من بره خالص ايه اللي هو الاحمر بورسان الاحمر ها ها دي ده اللي في كده هو ايه اللي كان ستراتيفايد كولامنو ابيثيليوم. ايوه يس اللي كاتب الريسبيراتوري ابيثيليوم كفرنج البوليد مظبوط يا ساره تمام. طب وبعد كده رقم تاني واحده بقى الابيثيليوم ده بيبقى تحتيه ايه؟ يس برافو. طيب وبعد كده بقى اللي جوه الحاجات اللي جوه دي عباره عن ايه؟ الزينوفيل وايه كمان والليمفوسايتس وبلازما سيلز. يس طيب رقم اربعه دي created with free version for non-commercial use اللي هو اللي مش موجود عندكم مش كده؟ يعني هي المفروض بالظبط يا ساره كور اوف انديما وانفلاماتوري انفلتريشن. رقم اربعه اللي مش موجود عندكم اللي هو بتاع الراينو سكليروما ده اللي هي الميكوليكس سيلز. اللي هم ايه الميكوليكس سيلز دول؟ بالظبط. طيب بعد كده بقى السؤال هو بقى الاخيرا في سؤال فيسيولوجي الحمد لله. لو العيانه دي اتعمل لها بالمونري فانكشن تيست مين من الكيرفز اللي انتم شايفينهم دول يعتبر هو الكيرف اللي ماشي مع الكونديشن بتاع ناديه تايم فيتال كاباسيتي واكسبلين؟ طب ليه اخترتوا اللي في النص؟ الكيرف اللي في النص ليه؟ هي الكونديشن بتاعت الكونديشن بتاعت ناديه تنتمي لانهي نوع من اللانج ديزيز؟ عندكم تو باترنز اوف لانج ديزيز created with free version for non-commercial use اللي هما ايه وايه؟ obstructive وrestrictive. طب الحاله بتاعت ناديه البرونكيال ازمة تنتمي لاي نوع؟ obstructive. يس مظبوط. يبقى هنا عشان كده احنا خدنا الobstructive اللي هي الريشيو ما بين الاف اي في 1 والاف اف في سي بتقل عن 80%. طيب فاذا هنا بالظبط هي الريشيو اللي اقل اللي على الشمال دي تعتبر ايه؟ الكيرف اللي على الشمال ده ايه؟ ده النورمال. يس طب والكيرف اللي على اليمين يبقى اكيد هيبقى الايه؟ الكيرف اللي على اليمين اكيد هيبقى ريستريكتيف. يس ريستريكتيف لونج ديزيز مظبوط. طيب نيجي بقى لاخر سؤال ويتش اوف ذا فولوينج لونج فوليومز. لا مش هو اللي اخر سؤال ده ولا ايه؟ اخر سؤال which of the following lung volume is expected to be increased in this patient؟ مين اللنج فوليوم اللي هيزيد؟ الإجابة yes اللي هو رقم إيه؟ created with free version for non-commercial use C اللي هو residual volume. طبعا ليه؟ اللي احنا قلنا قبل كده زي ما كنا بنقول من شوية ان مشكلة العيان ده في الايه؟ في ال expiration. اثناء ال inspiration بيبقى بالظبط في ال expiration. اثناء ال inspiration الالفيولاي بتشد على السمول اير ويز وتفتحها
بتخليها تتفتح تبقى اوبن، فالهواء بيدخل وان كان بصعوبه شويه بس برضو بيقدر يدخل. لكن اثناء الاكسبيريشن التراكشن ده اللي بيتعمل على الاير ويز مش موجود، الالفيولاي بيحصل لها ريكويل واللنج بترجع للحجم بتاعها، وبالتالي مفيش حاجه شد الاير ويز لبره، فالاير ويز للاسف بتصغر. وطبعا هي اوريدي اصلا في البرونكيال ازمة احنا عارفين ان هي بتبقى نارو اصلا من الاول، وبتبقى اضيق او اكتر في الاكسبيريشن، فالمشكله تظهر اثناء الايه الاكسبيريشن، فالعيانه ما تقدرش تخرج الهواء بتاع الاكسبيريشن كله كويس، فاللنج فالهواء اللي هيفضل جوه اللنج هيزيد، يبقى الريزيديوال فوليوم يزيد. طيب في النورمال بيرسون اكسبيريشن بس في فيرجن فور نون كوميرشال يوز بقى الورك اوف بريزنج زاد. ليه بقى الورك اوف بريزنج؟ يعني انهي نوع من الورك اوف بريزنج اللي هيزيد، ويعني ايه ان الـ ان الـ الـ ان هو يبقى باسيف او اكتيف؟ ها باسيف يعني نو ماسل كونتراكشن، يس، يعني بيحصل بايه بقوه ايه؟ ايه القوه اللي بتخلي الاكسبيريشن يحصل في الطبيعي؟ يس الالاستيك ريكويل، اللي هو الريكويل بيحصل باسيفلي بالانرجي اللي اتخزنت وتحوشت في الايه، اتحوشت في الـ في الـ في الالاستيك تيشو اثناء عمليه الانسبيريشن، تمام. انما بقى يجي بقى في وقت العيان البرونكيال ازمة يبتدي ان هو الاكسبيريشن بتاعه يبقى اكتيف، يعني يبتدي يستعمل الايه، يس يا دكتوره اللي يا دكتور او دكتوره created with free version for non commercial use extension، دول الحاجتين اللي بيشجعوا الايه ريكويل، يس كونتراكشن اوف ذا ماسل، يس الاكشن، يبقى معناها ان الاكسبيريشن بقى ايه اكتيف. طب انهي ورك اللي هيزيد؟ ايه عندكم انواع الورك اوف بريزنج اللي تعرفوها؟ الابدومينال ماسلز يس، والانترنال انتركوستال ماسلز، دول الماسلز اللي هتشتغل في الاكسبيريشن في الحاله دي. طيب ايه نوع بقى الورك اللي هيزيد، او ايه اصلا انواع الورك اوف بريزنج؟ مطلوب في الورك اوف بريزنج ان احنا الورك المبذول بيبقى بيستخدم عشان نتغلب على حاجتين، ايه هما بقى الحاجتين؟ ورك اوف بريزنج ملغي، تمام، يبقى مش عارفه، يبقى كده بقى السؤال ده خلاص طالما الورك اوف بريزنج ملغي، تمام. طيب هو عموما في حاجه اسمها الالاستيك ورك والنون الالاستيك ورك، واللي هيزيد هنا طبعا في حاله البرونكيال ازمه هو النون الالاستيك ورك. ممكن توضيحه؟ يس، في نوعين من الورك اوف بريزنج طبعا علشان نعمل اكسبانشن لللنج اثناء الانسبيريشن لازم نتغلب الاول على التو فورسز اللي انتوا بتقولوا ان هم بيعملوا الاستيك ريكويل، اللي هم السيرفيس تنشن of the fluid lining الالفيولار والايه والالاستيك ريكويل نفسه بتاع اللنج، عشان نقدر نكسباند اللنج فالعضلات بتشتغل علشان تتغلب على الالاستيك ريكويل ده بتاع اللنج والتشست وول، فده بنسميه الالاستيك وورك. فده النوع الاولاني من الورك اوف بريزنج. النوع الثاني من الورك اوف بريزنج اللي هو ان الهواء وهو معدي في الاير ويز وفي التيشوز بيحصل فريكشن بينه وبين الاير واي والتيشو، فالفريكشن ده بيعمل ريزيستنس مقاومه للفلو اوف اير، فطبعا برضو المفروض ان هو ده بيحتاج مزيد من الورك اوف بريزنج علشان ايه؟ علشان نتغلب على هذا الفريكشن، فده بنسميه النون الاستيك ورك. يبقى في نوعين من الورك اللي هم الالاستيك والنون الاستيك. طب هنا بقى في البرونكيال ازمه، يعني بالمنطق كده وبالعقل في البرونكيال ازمه created with free version for non commercial use، الورك اللي هيزيد، هل الورك اللي بيحصل نتيجه في الاير ويز نتيجه للفريكشن مع الهواء، ولا الورك بتاع النون بالظبط النون الاستيك هو اللي هيزيد؟ برافو عليك، مظبوط كده، مظبوط، تمام. طيب بصوا بقى الكيس الثانية برضو، قريتوها ولا ايه؟ في حد من الدكاترة تاني معانا؟ طيب يعني طب نحب ايه نلخصها كده بسرعة؟ ده عيان بقى لانج كانسر بتاع اللانج، يعني مش عارفه انتوا محتاجين تقروها ولا نقراها مع بعض ولا ايه؟ created with free version for non-commercial use. طيب
فاضل 5 دقايق على السيشن. طب خلاص احنا ندخل على الاجابات على طول بقى. طب في حاجة اوكي الاجابات على طول. طيب كارسينوما يعني هو عيان بيشتكي ان هو سيجرت سموكر طبعا وعنده 55 سنة والمفروض ان هو بيشتغل في مصنع للاسمنت والسيراميك بقى له 20 سنة والمفروض ان هو جاي بيشتكي دلوقتي من ايه بقى فيبر وورسنينج كاف وسبيوتوم ودسنيا طبعا شورتنس اوف بريز وهو بيشرب 30 سيجارة في اليوم بقى له 25 سنة وشخص ان عنده برونكايتس وبعد كده طبعا بدا ياخد انتي بايوتكس بس ما تحسنش عمل له اوكي والميديستاينم بالكي حولناه على التشست ديبارتمنت في القصر العيني ولقينا ان هو عنده لوس اوف ويت خس 11.5 كيلو وهو بقى وزنه 54 والبلاد بريشر بتاعه طبيعي والهارت ريت سريع برضه والبادي تمبريتشر بتاعته عاليه شويه سي بي سي والكيدني فانكشن والليفر فانكشن طبيعيين الارتيريال بلاد جاسز لقينا فيها البي اتش بتاعته قليله وبقيه الحاجات في البلاد جاسز ايه نورمال يعني. طيب بعد كده السي تي سكان لقينا ان هو عنده فعلا تيومر في الليفت ابر لوب اوف ذا لانج ومعاه ليفت باراتريكيال نودز والسي تي على كل حته تانية في الجسم كان نورمال وخدنا بايوبسي وبعتناها للباثولوجي وده شكل بقى التشست اكس راي بتاعه والعينات بتاعه الباثولوجي. طب وات از ذا موست لايكلي دايجنوزز اند واتس يور ديفرنشال دايجنوزز شخصته دي بقى انها ايه دي حاله ايه عنده ماس في الليفت لوب بتاع اللانج وبعد صوره created with free version for non commercial use شكلها ايه مظبوط يعني من نوع الكارسينوما برايمري ايه لانج ادينوكارسينوما. طيب هو بيقول لك ان هي التي تي اف 1 بوزيتيف يبقى ده معناها ان هي ايه تي تي اف اللي هو التيشو اسمها ايه ده ثايرويد انا اقول لك اختصار ايه ثايرويد ترانسكريبشن فاكتور 1 بوزيتيف ثايرويد ترانسكريبشن فاكتور 1 بوزيتيف يبقى معناها ان هي جايه من اللانج من اللانج تيشو يعني احنا عايزين نعرف الاوريجن بتاع الماس دي هل هي فعلا من اللانج تيشو ولا جايه لها من حته ثانيه فلقينا ان هي بوزيتيف يعني معناها ان هي جايه من اللانج مش جايه حته ثانيه واصله لللانج اوكي. طب والتيست الثاني اللي هو بتاع الكالوري created with free version for non commercial use مش ميزوثيليوم يس. طب what are the other microscopic pictures that could be seen in the lung يعني ايه تاني انواع التومرز اللي انت ممكن تشوفها تاني في اللنج squamous cell carcinoma صح كده والايه والانابلاستيك كارسينوما والادينوسكويماس كارسينوما وبعد كده في عندنا بقى السمول سيل كارسينوما او اسمها الثاني ايه اوت سيل كارسينوما تمام. طيب بعد كده تو بريدز بوزنج فاكتورز اوف ذا بيشنت كونديشن العيان عنده ادينوكارسياس اوت سيل يا دكتور ايه العيان عنده ادينوكارسينوما يا اولاد يس سموكينج وايه تاني ممكن يبقى بريس بريدسبوزنج للادينوكارسينوما في اللانج في كمان الايه الاسبستوس يس created with free version for non commercial use industrial materials عموما البرونكياكتاسيس واسكارينج الراديشن جينيتك فاكتورز كل دي حاجات. طب منشن كده سيمتومز اللي هي ممكن تبقى مشتركه بين النمونيا ولانج كانسر ايه الاعراض تبقى مشتركه بين النمونيا واللنج كانسر الكف والديسنيا والتشست بين تايردنس اللوس اوف ابيتايت. ممكن بس نرد على سؤال يعني 7 او جزء بتاع الفارما كده نعم يا دكتور ممكن نرد على سؤال 7 او وسيله الفارما بعد اذنك. طب هو خلاص ما يعني ما هو ما احنا خلاص يعني هو يعني هو بعد كده خلاص ماشي انتوا عايزين تعدوا الاسئله دي اوكي زي ما تحبوا يعني اتفضل يا دكتور. ماشي في سؤال 7 الكابنج بيبقى ميديتد باني ميكانيزم ايه ولا بي ولا سي ولا دي نختار ايه هل هو ريتيشن اوف الجولاي ولا
relaxation of airway created with free version for non-commercial use. From wheezing, sneezing in that the glottis is initially closed. Differs from sneezing in that the glottis is initially closed. Can I make it up? هذا في سولو ريبورت مشكلة. طبعا الكف مبدئيا كده الاجابه هي دي. ليه مش ايه؟ لان الفلاي ما فيهاش كف سيركل خالص. تمام دي اول حاجه. دي المفروض مش ريلاكسيشن، لا العكس، كونتراكشن اسمه مصري. برونكو سبازم انيشيت كف. يعني لو انا عايز، يعني انا ممكن واحد يجي لي بالكحه، لما اديله برونكو دايليتور الكحه تروح. طب كان سبب الكحه ايه؟ السموث ماسلز فيها كف سيركل. تمام، لما بيحصل سبازم عليها بتضغط على الكف سيركل فبيحصل ايه؟ كف استيميليشن. طيب associated with decrease intra-abdominal pressure، لما بيحصل contraction في الاكسبيراتوري ماسلز والدايافرام، هل بيحصل عكس؟ طبعا بيزيد. Created with free version for non-commercial use. يبقى الاجابه ايه؟ تمام. طيب السؤال الادويه بقى اللي هو نعالج ازاي الكف regarding the patient cough enumerate with example drugs used in treatment of cough. ايه هي الادويه اللي عموما هنلجا لها لما يكون العيان بيكح؟ بيكح كحه ناشفه دراج، ولا بيكح كحه برودكتيف في اسبيوتا؟ ايه الادويه اللي انا عندي في المنهج الفارما اللي بتتعالج الكحه دي بشكلها؟ هنقول انتي باسيف. دول اللي هم كمان دول اللي هم بيعالجوا كحه ناشفه، مش كده؟ تمام. دول المفروض ما ادوهمش على فكره في الكحه البرودكتيف، لان انا الكحه البرودكتيف انا يهمني ان الاسبيوتا يطلع معايا. يبقى دول الا اذا كانت فيري ريتيتنج جدا دي قصه ثانيه، لكن دايما الانتي توكس بنستخدمها للدراي ايريتنت بي نون برودكتيف. ثاني مجموعه ثانيه دي بقى البرودكتيف بقى بتعمل ايه لو كان في برودكتيف في سبيوتا لازم يطلع؟ طلعه ازاي؟ created with free version for non commercial use. طريقتين، ها طلعه ازاي؟ تستخدم ادويه اسمها اكسبكترانس، وادويه ثانيه اسمها ايه؟ ميوكوليكس. تمام. سريعا افكركم بالفارما، يعني الانتي باسز في منها نوعين، في منها بريفرال وفي منها سيرم. بريفرال يعني هتشتغل فين؟ في الفارينكس، جزء من مهم جدا في كف ريسبتور. الواحد عنده فارنجايتس، التهاب في الفارينكس، ساعات بيكح كحه ناشفه، سببها ايه؟ ان في عندي ريفلكس ستيميليشن للكف ميكانيزم موجود في الفارينكس. فلو واحد خد حاجه ديفانسنت خلاص حط ايه؟ هيقل الكف. لو كان نفس الكلام البنكاي واللارس، كل الحته كل الاماكن دي بتنشيت الكف ريفلكس. فلو ادينا حاجه سيدت ليها لوكال اناستيك افكت زي البنزوناتيد على ان يتم استنشاقها من اول فوق لحد اللنج، دي كلها هي بريفرنت انتي تاسك افكت. طيب دي مجموعه. المجموعه الثانيه اللي بتشتغل على فين؟ على المظله نفسها، بتنهبت الايه؟ created with free version for non commercial use. دي بتشتغل سنتر. طبعا في منها ناركوتيك، يعني بيشتغلوا على الاوبرويد ريسبتور زي المورفين وكواتو وكوداين وكواتو، وفي مجموعه ثانيه سيفر نان ناركوتيك ما بتشتغلش على الاوبرويد ريسبتور، ممكن ان احنا نديها مفيش خطوره، يعني زي دواء مشهور جدا اسمه ايه؟ الديكسترو ميتوفان على سبيل المثال. في دواء بيشتغل بريفرال ريسبتور اسمه ايه؟ البنزو نادين. طب الاكسبكترانس دي بتعمل ايه؟ ليكوفاكشن. عارفين الادويه اللي بتعمل ليكوفاكشن؟ سوري، الاكسبكترانس ازاي بتعمل بتزود زي الكتب البلغم؟ عن طريق انها بتزود البرونكال سكريشن. فلما تزود البرونكال سكريشن تزق معاها مين؟ لو في سبيوتم ولا حاجه. كان عندنا كام تايب من الاكسبكترانت؟ كان عندنا سيلتف، حاجه اسمها سيلتف اكسبكترانت، وستيمولانت اكسبكترانت، وسلاين اكسبكترانت. ايه كمان هو اشهرهم؟ كمان بوتاسيوم. في مجموعه اسمها مذيبات للبلغم اللي هي ميوكوليتك، دي بتاثر فعلا على التكليد الميوكوس. معايا؟ created with free version for non-commercial use. اشهر حاجه اللي هي اسيتايلسيستين والبروميكسين. تمام، دول بيقللوا الفيسكوزيتي بتاعه النيوكوليتكس، فبيتاثر بتاع السبوتان، فده بيخلي ان هو سهل ان هو يطلع. طيب اكوردنج تو ده السؤال اللي انا مش فاضي بقى فاضي له تسعه. According to the smoking condition, the increased sputum production may be a sequel of A. التدخين بيعمل ايه في ال بيزود ازاي؟ حد يعرف؟
حد كاتب الإجابة بي. Created with free version for non-commercial use. يعكس الريشيو بين الاستيميتد والجوبل سيلز. الجوبل سيلز بتكتر جدا، فلما الجوبل سيلز بتكتر جدا ده يؤدي الى انكريس في الميوكس برودكشن. سؤال 10 discuss pathways of spread of malignant tumor with applying on waleed condition. انواع السبريد ده هو بتاع الكانسر ايه؟ يا لوكال يا بلاد يا ليمفاتيك. مش كده عشان بس هنخلص اعتقد عندنا دلوقتي السيشن. وممكن حاجه كمان ايه تاني؟ عن طريق البط اللي هو ترانسسيلوميك سبريد. معايا مظبوط؟ طيب according to سؤال 11 according to the following diagram illustrate the lymph node which could be affected. Created with free version for non-commercial use. Thank you, but not only with tracheobronchial and baratracheal. Regarding the normal lining of lung alveoli, pneumocyst type 2, can it be the authority of the GBA? حد كاتب دي بعد اصلا مظبوطه. بمناسبه الكوفيد 19 الكوفيد 19 بيتاك الاكثر من سايت تايب 2 مظبوط كده ان هو مثلا القرف لان الريسبتور بتاعه اللي هو بيحصل الادابتيشن بتاعه هو الايه الانهي سيمبتوم بيرتنج لاين اللي هو موجود اكثر في المين سايت تايب 2 فهو ده الانتري جيه الانديرايز بالنسبه للكورونا فيروس. Created with free version for non-commercial use. Enumerate different lines of treatment of waleed condition. علاج الكانسر طبعا دي كذا موداليتي يا جراحة يا إما علاج كيماوي كيموثيرابي يا إما راديشن ثيرابي يا إما طبعا سيمتوماتيك ثيرابي. وفي حاجة جديدة اسمها تارجتد ثيرابي. أعتقد في سؤال هيكون عليها إن شاء الله اللي هو التارجتد ثيرابي ده عمل حاجة تارجتد ثيرابي. سؤال 14 Suppose that the tumor in waleed condition is restricted to one segment. What is meant by a bronchopulmonary segment and what would be the best management? انا حطيت لهم الاجابات بصراحه لان الوقت فعلا عدى خلاص يعني فحطيت لهم بقيه الاجابات بتاعه الحاجات ف يعني لو بصوا عليها كده دكاتره في اي كويشن بالنسبه لكم فيها. Created with free version for non-commercial use. What is the question? Status, معلش. سؤال السادس. لو وليد تيومر located في اللونج ايبكس, what are other symptoms would suffer from? طبعا هنا تطور. ايه رأيكم لو هو موجود في الايبكس بتاع اللونج؟ كان هيبقى يعني هي ممكن يوصل لايه؟ ايه الحاجات اللي موجودة قريبة من المنطقة دي؟ تمام محمد حط لنا الاجابه اهو اللي هو الايه البريكيال بلكسس او السيرفايكال سيمباثيك بلكسس. فبالتالي هنا لو انفيدنج البريكيال بلكسس العين هيحس ببين في الديستريبيوشن بتاع الالنر نيرف. لو هو عمل انفيجن للسيرفايكال سيمباثيك تشين يبقى العيان ده هيجي له الاعراض بتاعه الهورنر سيندروم اللي هي المايوزس والتوزس والانهايدروزس الكلام بقى اللي انتوا واخدينه في الاوتونومكس قبل كده يعني السنه اللي قبل بقى اللي فاتت يعني. تمام في اي كويستشنز ثانيه يا دكاتره؟ في اي حاجه تانية محتاجينها؟ any questions created with free version for non-commercial use. خمسه اللي هو الويت لوس ان هو احنا هنا بنحسب العيان قال لك ان هو خسر من وزنه 11 ونص وهو كان بقى وزنه دلوقتي 54 يبقى علشان نعرف الويت لوس ده سيجمنت ولا لا بنحسبه الويت لوس بتاعه من الاوريجينال ويت اللي كان الوزن الاصلي بتاعه. فهو وزنه الاصلي كان كام؟ هو دلوقتي 54 وهو خسر من وزنه 11 ونص يبقى وزنه الاصلي كان 65 ونص. يبقى ال 11 ونص دي تمثل كام في المية بالنسبة ل 65 ونص؟ تمثل 17.56%. يبقى ده معناه ان هو significant weight loss. الweight loss لو اكتر من 10% يبقى significant. هو الweight loss عنده هنا نسبته 17.56% يعني يعتبر significant.
تمام. any questions؟ like thank you. created with free version for non-commercial use.